مرحبا بكم يا أبطال، كيف حالكم اليوم؟ أهلا بكم في يوم الأربعاء بحصة اللغة العربية مع درسنا الجميل درس توماس أديسون. هل تدربتم على القراءة وقمتم بحفظ المعاني الموجودة في هذا الدرس؟ أحسنتم، أنتم رائعون يا أذكى الأذكياء. اليوم سنقوم بحل تمارين الكتاب في صفحة 67، 68 و69. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. افتح كتابك في صفحة 67 وابدأ معي في متابعة هذه التمارين الجميلة. ألفظ الكلمات الآتية منتبها إلى الفرق بين حرفي الضاد والظاء. قبل البدء عليك أن تعطيني 3 أمثلة على كلمات تبدأ بحرف الضاد. هذه الحروف متشابهة وهي من الحروف التي تلعب مع الحرف الذي يليها والحرف الذي قبلها. إنها حروف جميلة. سأعطيك كلمات وأنت تقول لي هل هذا الحرف هو ضاد أم ظاء؟ هيا بنا. ظبي. أحسنت، إنه حرف الظاء. ضبع، إنه حرف الضاد. أحسنتم، هيا بنا لنقرأ هذه الكلمات. مريضات، مريضات، الحرف هو حرف الضاد. حتى في الشكل يختلفون، أن الضاد لها سن صغير أما الظاء لها عكاز أو حرف طويل، أما يعني السن الذي لديها فهو سن طويل. هيا بنا لنكتب هنا حرف الضاد. اكتب بسرعة. ظلام، تبدأ كلمة ظلام بحرف الظاء. أحسنت. الضوء، أحسنت، تحتوي كلمة الضوء على حرف الضاد. ظل، تبدأ كلمة ظل بحرف الظاء. السؤال الثاني، ألفظ الكلمتين الآتيين. لكنه ذلك، لكنه ذلك، ماذا تلاحظ في هاتين الكلمتين؟ أحسنت، هناك حرف يلفظ ولا يكتب، ما هو هذا الحرف؟ أحسنت، إنه حرف الألف. هيا بنا نكتب الكلمة كما نلفظها. ها هو التحليل الصوتي لكلمة لكنه. هيا بنا لنحلل كلمة ذلك. أحسنتم، ها هو تحليل كلمة ذلك. أقرأ الجملة الآتية من غير توقف. هيا بنا شهيق زفير ولنبدأ بقراءة هذه الجملة. اقرأ معي. فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما. أعد قراءتها مرتين. أبدعت. السؤال الرابع، أضع دائرة حول المعنى المقارب للكلمة الملونة. توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. كلمة مخترع تعني، هل هي مكتشف، منتصر، منتظم؟ أحسنتم، كلمة مخترع تعني مكتشف. أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية. يجري بمعنى، هل هي بمعنى يركض أم يعمل أم يصلح؟ أحسنت، يجري يعمل. هيا بنا لنضع دائرة جميلة. لم يتمكن الطبيب من ذلك. يتمكن تعني لم يتمكن، تعني لم يبحث، لم يقدر، لم يحاول، لم يقدر. أحسنت. هيا بنا لننتقل لحل الصفحة التالية. هل تعبتم؟ لا، أنتم طلاب مبدعون.
تحصل الكلمة بضد. حدثنا أن الضد يعني العكس، طويل قصير، واسع ضيق. هيا بنا نقرأ الكلمات التالية. المرض، ما عكس أو ضد المرض؟ هل تعني الفشل، الظهور، الكسل أم الشفاء؟ المرض ضدها الشفاء. النجاح، أنت طالب ناجح، ما ضد النجاح؟ النجاح أبعدنا الله عنا وعنكم، ضدها الفشل. حاول قدر الإمكان أن تكون طالبا ناجحا. أحسنتم. الاجتهاد، هل تعني الظهور أم الكسل؟ أحسنت. الاجتهاد تعني ضدها الكسل. أضع دائرة حول الكلمة المختلفة، مثلا أقول لك أبيض، أسود، قصير، برتقالي، ما هي الكلمة الغير مألوفة؟ أحسنت، كلها ألوان عدا كلمة قصير. هيا بنا لنقرأ هذه الكلمات. شروق، صباح، ليل، هدوء. شروق وصباح وليل هي كلها أوقات تكون في اليوم، أما هدوء فهي كلمة مختلفة من بين هذه الكلمات. هيا بنا لنضع دائرة عليها. أترككم الآن مع التحليل والتركيب. حلل وركب مع نفسك، وبعد القيام بالتحليل والتركيب ضعي له يا ماما علامة من 5. على أي علامة حصلت في التحليل والتركيب؟ أنا واثقة من أنك حصلت على علامة 5 من 5. لنأتي إلى السؤال الجميل، وهو أن نعيد ترتيب هذه الكلمات لنكون منها جملتين مفيدتين. وما هما الجملتين المفيدتين؟ ما نوعهما؟ جملة اسمية وجملة فعلية. هيا بنا لنحل. ما هو الاسم في هذه الكلمات؟ أجرى جراحية، للمريض، عملية، الطبيب. نبدأ بتكوين جملة اسمية. أحسنتم، إن الاسم هو الطبيب. ماذا فعل الطبيب؟ الطبيب أجرى، هو الفعل الذي فعله هو أنه أجرى. ماذا أجرى؟ أجرى عملية. ماذا؟ جراحية. أحسنتم، عملية جراحية لمن؟ للمريض. أحسنتم، الطبيب أجرى عملية جراحية للمريض. ونوع هذه الجملة جملة اسمية لأنها بدأت بالاسم. نكتب بخطنا الجميل وعلى السطر. لنحول هذه الجملة من جملة اسمية إلى فعلية بقلب مكان الفعل مكان الاسم. إذن نبدأ بأجرى. من الذي أجرى؟ الطبيب. ماذا أجرى الطبيب؟ عملية جراحية للمريض. أحسنتم. والجملة التي تبدأ بفعل تسمى بجملة. أحسنتم، جملة فعلية. أبدعتم يا أبطال. أحذف واو ونون على نمط المثال واكتب الكلمة. هيا بنا. مخترعون، هذه الكلمة تدل على جمع أم مفرد؟ أحسنتم، مخترعون تدل على جمع، أما مخترع فتدل على... أحسنتم. إذن يعتمد هذا السؤال على أن نحول من جمع
إلى مفرد يقوم؟ السؤال يعتمد هذا السؤال على التحويل من جمع إلى مفرد. مكتشفون، ما هو مفرد مكتشفون؟ مكتشف، أحسنتم. منتظمون، منتظم، مبدع. منتصرون، منتصر. مجتهدون، مجتهد. أعطني ثلاث كلمات وحولها على نمط هذا السؤال، مثلا مبدعون، مبدع. مع هذه الأمثلة الرائعة أحسنتم. مصابيح، مصباح. مصابيح أيضا تدل على جمع، ومصباح تدل على مفرد. يعتمد هذا السؤال على التحويل من جمع إلى مفرد أيضا. مفاتيح، مفتاح. مناشير، منشار. أحسنتم. مزامير، مزمار. مسامير، مسمار. أخذنا هذه الضمائر في الدروس السابقة، هو للمفرد المذكر، هو ولد جميل. هيا بنا لنكتب. هي للمفرد المؤنث، هي طالبة جميلة. هما للمثنى، هما طالبان رائعان. هم للجمع المذكر، هم طالبون مبدعون. هن للجمع المؤنث، هن طالبات مبدعات. هيا بنا نكمل الحل. هو مخترع، هي أحسنتم مخترعة. هما مخترعان، هم مخترعون، هن مخترعات. هيا يا بطل قم بكتابة جميع الملاحظات التي تم كتابتها. إلى اللقاء يا أبطال في حصة الغد، في حصة نهاية الأسبوع. مع السلامة.